سلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. أي إنسان بيتحاسب بنطق لسانه، وعلشان كده القرآن الكريم حذر من خطورة الكلمة، فقال زي ما في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وصى الصحابي الجليل قال له: أمسك عليك هذا وشاور له على لسانه، وكان قد أخذ بلسانه. فالصحابي قال له: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وكل حاجة إحنا بنتكلم بيها هنتحاسب عليها وهتكتب علينا. فسيدنا النبي استغرب وقال له: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ علشان كده لازم نعود نفسنا ان احنا نبدل الكلام اللي مخالف للشرع بكلام يوافق الشرع. وقبل بقى الجماعة بتوع النحنحة والطبطبة والمجاز والحقيقة يخرجوا لي ويقولوا لي: ان الله غفور رحيم يا عم الشيخ، فانا متفق مع حضراتكم ان احنا في الصفحة دي بنصحح كل شيء، بنهتم بكل صغيرة وكبيرة في ديننا. مش عيب ان احنا النهاردة اتقننا الصلاة واتقننا الصيام واتقننا الزكاة، فايه المانع ان احنا نعود نفسنا على الكلام الطيب؟ علشان كده ركز كويس قوي في بعض الكلمات اللي بتصدر مني قبليك، يعني انا بقولها وانت بتقولها، بس بنقولها جاهلين. فاحنا عايزين النهاردة ننتقل من الجهل للعلم، ننتقل من الظلمة إلى النور. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلشان كده في بعض الكلمات لما حضرتك أنا أو أنت نقولها تبقى مخالفة للعقيدة، فعلشان كده عايزين نبطلها. زي إيه؟ زي مثلا امسك الخشب، زي مثلا خمسة في عينك، زي كان عندنا كتكوت وكبر، وردة وفتحت، خمسة وخميسة، بص على الحيط. طبعا احنا كل الكلام ده عندنا عقيدة السيدات والرجالة ان الكلام ده بيرد الحسد وبيدفع العين، والحقيقة طبعا ده كل ده عبس وكل ده تهريج، ولا بخمسة وخميسة ولا امسك الخشب، كل الكلام ده لا اصل لا. انا اقول لك على مفاجأة كمان حضرتك، بما اننا كلنا بنذبح وانا اولكم، ولما بنذبح بنلعب بالدم ونعمل الخمسة دي على البيوت، مع ان الخمسة دي من اثار الفكر اليهودي في الفكر المصري القديم، يعني لا هي شرع ولا دين ولا النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها ولا هي تمت لديننا بصله، بالعكس احنا بنتشبه باليهود. طبعا كلنا بنعملها، وانا اول واحد بيعملها في العيد الكبير. طبعا ما عندناش نيه بالتشبه اليهود، لكن احنا محتاجين نعلم ولادنا ايه الصح وايه الغلط في الكلام وفي الافعال. طيب الكلام ده المصيبه بقى ان بعض الناس بدا يقولوا على انه يرد فعلا العين وبيعتقد فيه، ودي كارثه بقى. يعني بعض الناس يقول لك: عارف لولا قلت له امسك الخشب ولا لولا قلت له خمسه وخميسه كانت العين اصابتني. هنا الراجل ده او الست دي اصبحت تعتقد في هذا الكلام، وهذا نوع من انواع الشرك، نسال الله السلامه. فلو انا او انت عايزين نحترز من اي شيء من هذه الامور يبقى نستعين بالله سبحانه وتعالى. طبعا انا مش هقول ان العين حق، لا العين حق. طبعا انا مش هقول ان العين مش حق، لا العين حق. ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. والعين اخطر من المس، والعين اخطر من السحر، والعين اخطر من الجن، والعين اخطر من مصايب كتير قوي، بس احنا مش واخدين بالنا منها. خدوا بالكم العين يا جماعة هي يعني تستطيع بتأثيرها، خلي بالك زي ما بنقول توقف المراكب السيرة وتمنع الارزاق، والعين تخرب البيوت، والعين تفعل الأفاعيل. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد. طب إيه الحل بقى؟ الحل ما رواه الإمام أحمد، الحل ما رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، لما واحد اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالراجل لما واحد اشتكى لسيدنا أنس، فسيدنا أنس قال له: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وخد بالك سورة الفاتحة واقية، شافية، كافية، جامعة، مانعة،
وهناك سور كثيرة من القرآن الكريم، وفي آيتين في القرآن الكريم لو قرأت على عقال لفك من عقاله، اللي هم طبعا في سورة المؤمنون من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طيب علشان تتم الفائدة، افرض يا شيخ بقى أنا عرفت أن نور اللي حسدني، فدي تبقى سهلة جدا جدا جدا، تبقى أحلى حاجة. فأنا استضيف عم نور كده في بيتنا وأقول له تفضل حضرتك شاي ومية، واخد منه شوية مية واقرأ عليهم الرقية الشرعية واغتسل بيهم بعد ما زودهم مية طبعا بره الحمام، لأن ده مية مقري عليها القرآن. يقولك استنى انت بقى هتبدا تخش لنا في الدجل والشعوذه؟ ابدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امر يعملوا كده، لما الصحابي بص على الصحابي وهو بيستحمى فقال بياض جسمه جميل جدا فوقع صاحبنا في ساعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شر العين ووصى الصحابة ان هم ياخدوا بقية الماء من الذي اصابه بعينه ويغتسل او يتوضأ به الذي اصيب. وعلشان كده بنقول لكل واحد اتق الله فيما تنظر واتق الله فيما تنطق. الله يرضى عن عبد الله المزني حين عيب عليه كثرة الصمت فقال إن لساني سبع إن تركته أكلني. وعلشان كده سيدنا الحبيب أخذ بطرف اللسان وقال للصحابي أمسك عليك هذا. فياريت كل الألفاظ اللي هي بتخالف العقيدة وكل الألفاظ اللي هي يبقى فيها شبهة شرك نبتعد عنها، عسانا أن يخرجنا الله من هذه الدنيا سالمين. وبكلمة التوحيد يختم لنا بحسن الخواتيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.